إذا كان كيحسب لك راسك أنك ماشي ديال الماط وأنه باش يكون عندك معاه خاصك تكون دماغ أو جيني وأن فهم الرياضيات مقتصر فقط غير على فئة من الناس اللي كنسميوهم العباقرة أو الأذكياء وغيرها من الخرافات اللي منتشرة بشكل كبير في المجتمع ديالنا، ففي هذا الفيديو غادي نبين لك أن الماط أسهل من داكشي اللي كتوقع وأسهل من داكشي اللي كتوقع وأنه ما كاينش شي سبب اللي خلاك ما كتحملوش وبالتالي سي نورمال ما تفهموش قد هاد الإشاعات اللي منتشرة عليه. اللي كيقول لك الماط إلا عطاه لك الله راه عطاه لك ما عطاش لك بلا ما تحمق راسك. في هذا الفيديو غادي نهرسوا غرور الانانيين خاصه بعد التلاميذ واولياء الامور الله يهدينا ويهديهم اللي كيستمتعوا بفشل وليدات الاخرين اكثر ما كيستمتعوا بنجاح وليداتهم، واللي بغاو يخليو فهم الماط حكر فقط غير على وليداتهم باش ما يزاحمهمش وليدات الفقراء في مناصب الشغل. ملي كتمشي عنده كتقول ليه ولدك كي دار ليها في الماط، كيجاوبك منتهى الغرور انا ولدو موهوب داكشي من عند الله، ولدي ذكي تبارك الله، اللي عنده عنده واللي ما عندوش يشوف شي توجه اخر. وتحت شعار ولدي دماغ على ولدك، ولدي مطور على ولدك، ولدي نزق على ولدك، وحولينا كبر من حوليكم، وباش نبانوا بوليداتنا واعرين في الماط خاصنا نروجوا لثقافه ان الماط شي حاجه معقده وماشي اي واحد يقدر يمشي فيها مزيان، باش ندوروها غير بيناتنا ووليداتنا يقراو في احسن المدارس ويحصلوا على ارقى المناصب، ووليدات الفقراء كما قال نيتش لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله. وي غتكون حسيتي بيا كنهضر بحرقه لانني حتى انا عشت في كدبان لمده 8 سنين بانني ماشي ديال الماط، كنت كنغلط في عمليه الضرب والجمع والطرح، اما القسم خلي داك الجمل راكد وصافي. حتى وصلت الكاتريام وقريت كتاب فيه ان اذكى دماغ عرفته البشريه البرت اينشتاين حتى هو عانى مع الماط. وي اذكى الناس اللي عرفتهم البشريه عانى مع الماط. تغرغروا عيني في ديك اللحظه وقلت اذا كان اذكى الناس عانى مع الماط فهذا كيعني ان المعاناه ديالي مع الماط حاجه طبيعيه، وكيما تجاوزها هو علاش لا ما نتجاوزهاش حتى انا. ومن ديك اللحظه تغيرت حياتي ونقصت من 3 على 20 ل 20 على 20 اللي ملي حصلت عليها عرفت ان كل شيء ممكن. من ديك اللحظه عهدت راسي انني نتقاسم هذا السر مع اي واحد كنعرفه، والحمد لله بزاف ديال الاصدقاء تغيرت علاقتهم بالماط من بعد ما بارطاجيت معهم النصائح اللي غنتقاسم معكم في هذا الفيديو، واللي كما العاده كنصح راكم تشوفوا حتى الاخر لانني غنبارطاجي معكم فيه جميع الخطوات اللي تبعتها واللي ولله الحمد بسببها ولا الماط من احب وامتع المواد القلبي من بعد ما كنت كنكرهه لدرجه ما دوزوش ليا مع العسل الحر. على بركه الله يا الله نبداو. من اول مره سمعت فيها كلمه رياضيات بديت كنتسال علاش صالح هذا الماط وحنا قريناه، ومن بعد ملي سولت كان الجواب باش اذا شريتي شي حاجه من عند مول الحانوت ما يقلبكش في الصرف، ولكن حبس اخويا هذا الجواب قنعني حتى طلعت للسابع اعدادي، وتما بدينا كنقراو الاعداد السالبه لدرجه ملي كنشوف ناقص واحد ناقص جوج دماغي كتسمع فيها هذيك اون مناس اي تي ديتيكتي، وانا ولفت كنحسب 3 زائد 3 كتساوي 6، ودابا وليت كنشوف ناقص 3 ناقص 3 كتساوي ناقص 6. ويلي كي داروا ليها ومنين جاونا هاد الاعداد السالبه؟ ياك مول الحانوت كنتعامل معاه بالاعداد الموجبه، اش دخل الاعداد السالبه في الموضوع؟ دماغي ما بغاش يقبل الاعداد السالبه لدرجه انني اذا ما ديتش معايا كاليكاتريس ما كنقدرش نحسبهم، دماغي تخربق بكل ما تحمله الكلمه من معنى لدرجه وليت فين ما نحل الكتاب كيبدا يحرقني مخي ونحطو ونهز نقرا شي قصه. واحد النهار سولت راسي علاش كنستمتع بالعربية وكنستمتع بالتربية الإسلامية بالتاريخ والجغرافية وكنعاني مع الماط، لقيت الجواب أنني كنتخيل العربية ملي كتكتب ليا جملة كنتخيلها وكنحولها في دماغي لصور، وملي كتعاود ليا قصة بالعربية كنتبعها معك حتى للأخير وأنا مستمتع ومتشوق للنهاية، ولكن ملي كتشرح ليا شي درس ديال الماط كنحس بك كتهضر بشي لغة اللي أنا ما كنفهمهاش، كتلقاني كنقول غير أنت تسالي لأن الماط بالنسبة ليا ناشف ما فيه لا مشاعر ولا أحاسيس، فملي كتجي تقول ليا واحد زائد إكس كتساوي صفر دماغي كيتخيل واحد كيتخيل صفر، ولكن ملي كنسول شنو هي اكس كيقولوا لي كتعني مجهول شي حاجه ما معروفاش، دماغي ما كيقدرش يتخيلها. فدخلنا عليكم بالله كيفاش بغيتوه يتقبلها. قصه الحب ديالي مع الماط بدات نهار فهمت ان الاعداد السالبه بحال ناقص 6 هي فاش مول الحانوت كيساليك 6 دراهم وانت عندك 20 درهم، يعني 20 ناقص 6 كتساوي 14، وناقص 3 ناقص 3 فهمتها ملي تخيلت صاحبي هز ليا من لاتروسه 3 ديال الاقلام، وصاحبي واحد اخر هز 3 اخرين هي لاتروسه ديالي نقصوا منها 6 ديال الاقلام في المجموع، وبالتالي ناقص 3 ناقص 3 كتساوي ناقص 6. والمعادله من الدرجه الاولى فهمتهم نهار فهمت ان اكس زائد 3 كتساوي 6 شنو هو العدد اللي نزيدوه ل 3 ويعطينا 6، لقيت انه هو 3. وملي كنت كنتخيل الحل ديال هذه المعادله بهذه الطريقه والجواب ديالي كيكون صحيح كيقول لي الاستاذ النتيجه صحيحه، ولكن كي درتي ليها؟
اكيد غتكون نقلتيها. وانا ما نقلتهاش، انا فقط غير تخيلت شكون هو العدد اللي نقدر نزيدو لثلاثة ويعطيني ستة، فبدماغي وصلت انه هو ثلاثة. فملي كنزيد نسول الاستاذ كيقول لي لا خصك دير اكس زائد 3 كتساوي 6، اذا اكس كتساوي 6 ناقص 3. وملي كنسولو علاش كي درتي ليها، كيقول لي لان 3 ملي كنردوها للجهه الاخرى كتولي سالبه. وملي كنقول ليه علاش الاستاذ كتولي سالبه، كيقول لي شدها هكاك. في ديك اللحظه كنحس براسي بحال تقمعت، حتى جاب الله واحد الاستاذ كيعرف يوصل الفكره وقال لي نتخيل المعادله بحال الميزان، اذا زدت شي حاجه في شي كفه خاصني نزيدها في الكفه الاخرى باش نبقى محافظ على التوازن، وكذلك اذا نقصت شي حاجه خاصني نقصها في الجهه الاخرى. تما عاد فهمت علاش ملي كنردو الثلاثه للجهه الاخرى كتقلب ليها الاشاره. وبالتالي نهار تشوف ولدك او خوك الصغير ما كيحملش الماط فراه من حقه، لانه ما لقاش اللي يوصلوا ليه بالطريقه الصحيحه. والتعليم ديالنا للاسف مازال كيعتمد على التلقين والتحفيظ اكثر مما كيعتمد على التبسيط. كيعطيك قواعد وكيقول لك حفظها، وملي تسول علاش ولا كيفاش كيقول لك هكاك. وهذا هو السبب اللي خلانا نكرهوا الرياضيات. وهذا الشيء علاش جيت في هذا لا فيديو نبارطاجي معكم خطوات عمليه تطبيقيه تصلح بها علاقتك مع الماط وتولي تستمتع به بحال شي لعبة. على بركة الله نبدأ بالخطوة رقم واحد. أول نصيحة هي عرف شنو هو الماط ولاش صالح. الرياضيات لغة بحالو بحال الأمازيغية الدارجة العربية الإنجليزية. نقدر نجيك كنخرف في هاد اللحظة، ولكن هاد الهضرة راه ما جبتهاش من راسي. هاك سمع شنو قال واحد من كبار علماء الفلك والرياضيات غاليليو. الرياضيات هو اللغة اللي تكتبوا بها القوانين ديال الطبيعة. فملي كنقول لك أن السرعة كتساوي المسافة مقسومة على الزمن، كنقدر نلخصها لك في معادلة بلغة الرياضيات، في كتساوي الدي مقسومة على الدي. مثلا كتقطع مسافة كيلومتر في ساعة، كنقول لك فيزيائيا بلغة الرياضيات أن السرعة ديالك كتساوي 1 كيلومتر في الساعة. هنا كنستنتجوا أن الرياضيات حتى هو لغة، غير هو زايد على اللغة اللي كنتواصلوا بها بأنه كيقدر يتنبأ بشي حوايج غيوقعوا في المستقبل. مثلا إذا كنتي كتربح كل نهار 100 درهم، بالرياضيات كنقدروا نتنبؤوا أنك من بعد شهر غتولي تربح 3000 درهم، واللي عبرنا عليها بلغة رياضياتية 30% كتساوي 3000. وهنا ضروري ننبه لنقطة مهمة، وهي أنك ملي كتبغي تعلم لأختك الصغيرة جدول الضرب او خوك صغير كتقول ليها 100 مضروبه في 30 كم تساوي. ملي كتسمع مضروبه ما كتفهمش، ولكن عكس اذا قلتي ليها بالانجليزيه 100 تايمز 30 تايمز كتعني مره، وبالتالي 100 معاوده 30 مره. هنا غتفهم انه كاين علاقه ما بين عمليه الضرب وعمليه الجمع، وغتفهم ان الرياضيات جات فقط باش تختصر علينا الطريق. بلاص ما نديرو 100 زائد 100 زائد 100 30 مره، كنلخصوها في 100 مضروبه في 30. واللي كنفضل اننا نخدمو 100 معاوده 30 مره، خاصه وانني كنعقل على راسي ملي كنت صغير كيقول لي شي واحد 7 مضروبه في 3، كنبدا نتخيل كيهبل 7 مع 3 كيتضاربوا، وبالتالي كنكون فهمت لغه الرياضيات بطريقة حرفية خاطئة. وهكذا كنكونوا فهمنا علاش الرياضيات لغة، والدور ديالها كيتجلى في انها تنظم طريقة التفكير ديالنا. مثلا ملي كتكون جمعتي 200 درهم وكتقول شحال خاصني نزيد باش نكمل 1000 درهم، هنا بالرياضيات كتقدر تنظم التفكير ديالك بمعادلة بسيطة، 200 زائد اكس كتساوي 1000، واللي هي معادلة من الدرجة الأولى. اكس هو العدد علاش كنقلبوا هو المجهول. هنا بكل بساطة كتخيل بحال عندك شي ميزان، إذا نقصتي منه 200 في هذه الجهة كتنقص 200 في الجهة الأخرى باش يبقى الميزان في حالة توازن، وبالتالي كتلقى ان اكس كتساوي 800. وهكذا اي مشكله حسابيه واجهتك في حياتك كتقدر تترجمها للغه الرياضيات وتحلها بكل بساطه. ثانيا، حاول تفهم الدرس بالتمارين الرياضيه وماشي العكس. من بعد ما دقتي معايا الحلاوه ديال الماط وفهمتيه علاش صالح، ضروري ننبهك ان الحب ديال الماط ما كافيش باش تولي طياره فيه، ولكن خاصك تبرهن على الحب ديالك بالخدمه. وهنا ضروري ننبهك الخطا كيوقعوا فيه الاغلبيه، وهي انهم كيقراو الدرس وكيدوزوا يطبقوا الدرس في التمارين، وملي كيوحلوا في شي تمرين كيحسوا بالاحباط وخيبه الامل، وكيشكوا في ان الدرس ما كافيش باش يحلوا التمارين وكيستسلموا مع الوقت. عكس لو انهم خدموا سلسله تمارين غيلقاو راسهم تمرين بعد تمرين كيفهموا الدرس وكيعرفوا علاش صالح وفين كيتطبق. وهنا ضروري كبدايه تاخذ كتاب ديال التمارين المحلوله، ولكن ماشي تبقى تنقل لي الحل، بل حاول تحل التمرين بطريقتك الخاصه بستيل ديالك الخاص بمجهودك الفردي، ومن بعد تقارن النتيجه مع الحل وتعلم من اخطائك وتطور المستوى ديالك. وهكذا تمرين بعد تمرين كتلقى راسك تدربتي مزيان وليتي قادر تحل التمارين بلا ما تشوف في الحل. مباشره كدوز لتمارين بلا حلول وكتحاول انت تخرج الحل ديالها بمجهودك الفردي، وكتطلق لي الكرونو نعم سيدي باش كتدرب راسك على السرعه في الجواب باش تتفادى انه ما يكفيكش الوقت في الامتحان. انا ضروري ننبه لواحد المساله مهمه، وهي ان الاخطاء مهمه في الرياضيات، اذ اننا من الاخطاء كنتعلموا. فكلما كثرتي من التمارين كلما كثرتي من الاخطاء، كلما تعلمتي من الاخطاء كلما زدتي طورتي النيفو ديالك. ثالث نصيحه باش تولي طياره في الماط هي حاول تكون عملي وما تحاولش تفهم كل شيء. وهذه كتبقى اعظم نصيحه، لانه بكل بساطه الوقت ما غيكفيكش باش تعمق وتفهم في كل شيء.
ولذلك حاول تنظم الوقت ديالك بطريقة عقلانية وتركز على الأهم. مثلا ماشي كل حاجة تنط تقلب على البرهان ديالها، لأنك إذا درتي هكا غادي تضيع بزاف ديال المجهود اللي بإمكانك توظفه في المواد الأخرى. انت ما كتقراش غير المات، وزيد عليها أنك إذا بغيتي تفهم كل شيء غتبقى حاصل غير في درس واحد، بينما أصحابك سالوا كاع الدروس اللي عندهم في الامتحان، وبالتالي هذا الشيء كيهدد النقطة اللي غادي تحصل عليها، وبالتالي كيهدد المستقبل ديالك في الدراسة. ولذلك حاول تأجل أنك تفهم كل شيء حتى العطل اللي ما كتكونش متبوع فيها بامتحانات، وديك الساعة أرى برا عليا، أرى ما تعمق ليا في الماط. وضروري نبه المسألة جد مهمة، واللي هي أنه في الماط كاين مبادئ كنقبلوها، يعني أننا كنبازيو عليها باش نفهمو حوايج جداد. السبب اللي كيخلي الأغلبية ما تمشيش بعيدة في الماط هي أنها كتبغي تبرهن على كل شيء، وحنا عارفين أنه اللي بغاها كاملة كيخليها كاملة. ولذلك حاول تكون عملي وتخلي هدفك تحل التمارين اللي كتحطو في الامتحان بأسرع ما يمكن، هكذا كتضمن أنك تجيب نقاطات واعرين اللي كيضمنوا نجاحك للمستوى التالي، واللي كيخليك تزيد تعمق في الماط وتعرف عليه اكثر درجه بدرجه. ولا بغيت تربح عندك غير طيح. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، ولذلك ما تنساوش لايك سبسكرايب بارطاج باش تعمل افاده، وفين برتي يحس بالسعاده. هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم بزاف، وكما العاده عرفوا انكم اذا ما تهليتوش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه. ثانكس فور واتشين اند سي يو ان ذا نيكست فيديو. بيس.